الصناعية طبعا الحال تحولت الإصابات بكورونا من المخالطين العاديين إلى الإصابات بالوحدات الصناعية الموجودة بالحي الصناعي، بحيث توجهت الدولة إلى تحليلات لفائدة العمال والمستخدمين بمختلف الوحدات الصناعية بإقليم خلوقا. وبعد المؤسسة التجارية مرجان وبعد سائق التاكسيات انتقلت الأطر الصحية والطبية إلى الوحدات الصناعية المتواجدة بالحي الصناعي بمدينة خليفة، بحيث تفاجأت الساكنة بوجود حالة يوم الأربعاء الماضي، اللي هو حارس ليلي بإحدى الوحدات الصناعية بالمدينة. وبعد ذلك كادت إقليم خليفة أن ينتصر على هذا الوباء، حيث بقيت حالة واحدة للإمرأة ستينية، لكن مع كلام الأسف بعد اكتشاف حالة الحارس الليلي بقيت حالتين بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة. ولهذا يعني لابد أن تهتم الدولة بتلك الوحدات الصناعية اللي هي كثيرة بمدينة خريبكة وعلى رأسها الفوسفات، بحيث لابد بأن تصل إلى مختلف تلك الوحدات، وعليها أن تحترم الإجراءات الضرورية، لمنها مسح الأحذية بمادة كحولية، غسل اليدين، الكمامات، المسافات ما بين العمال، لأنه عند اكتشاف كورونا بالوحدة الصناعية بالدار البيضاء وبطنجة وبالعريش وبمناطق أخرى الآن بالداخلة، بحيث إحدى الوحدات الصناعية ديال السمك تم اكتشاف ثلاث حالات بعد صمود أكثر من ثلاث أشهر بالداخلة. فلذلك أن الوحدات الصناعية هي أساسية لكي يتم الوقوف على هذا الوباء الخبيث. كذلك يجب الاهتمام بعائلات المصابين بالكورونا، بحيث يجب أن يفرض عليهم حجر صحي والاهتمام بهم، وكذلك بالشفائهم. فلهذا ومن هذا المنبر لابد أن نشكر الأطر الصحية والطبية المدنية والعسكرية بمجهودات جبارة التي يقومون بها حتى يتم القضاء نهائيا على الوباء الخبيث اللي هو كورونا المستجد.